بالنسبة للمحاضرين المجانيين طبعا لدينا أعداد كبيرة قاموا بواجب مقدس وقدموا خدمات كبيرة للتربية والتعليم بصورة عامة كان لدى محافظة بغداد والمديرات العامة نية في أنه يمنحون عشر درجات لكل سنة دراسية مجانية للأسف لم نحصل على هذه التفصيلة بالذات يعني آخر شيء أنه وزاره الماليه وافقت على ست درجات لكل عام دراسي فستكون لكل محاضر مجاني 18 درجه بما لا يزيد عن 18 درجه حسب السنوات التي خدم فيها مجانا وان شاء الله تكون فرصه جيده ولدينا بالمستقبل ايضا تعينات راح تكون اعداد اكبر وان شاء الله يمنحون فرصه افضل قاسم العقيلي مدير عام تربيه الرصافه الثانيه